عايز اقف عند دي، خصوصا ان احنا بنتكلم على الثبات على المستوى. خلي بالكم في نجوم كتار في العالم، ولكن نجوم قليله جدا ان يستمر بشكل كبير جدا لعدد سنين كبيره جدا جدا. بنتكلم على ميسي ورونالدو سنوات طويله جدا. كمان نشوف مع حضراتكم كمان مش الموسم ده بس محمد صلاح ارقامه، لكن تعالوا نشوف من ساعه ما من 7 سنين وجوده مع ليفربول على مدار السنوات السبعه اللي فاتت، محمد صلاح محقق الحقيقه ارقام خياليه الحقيقه. بتتكلم على 156 هدف في جميع المسابقات و68 اسيست، الحقيقه رقم كبير جدا ايهاب طبعا. وبتتكلم على صناعه الفرص الكبيره، بتتكلم على 107 صناعه للفرص، عامل 300 تقريبا 340 كروس، بتتكلم على جاب جوال برجليه الشمال 125 هدف، جاب 23 هدف برجليه اليمين، جاب شاط يعني عدد التسديدات بالنسبه له وصل ل 926 تسديده. ارقام كلها كبيره جدا جدا على مستوى، زي انت بتتكلم بالظبط، على مستوى استمراريه النجم. فاصل 6 في الهدف في كل يعني نسبه اكتر من نص هدف في كل المباريات من ساعه ما راح ليفربول لنسبه كبيره جدا يا كابتن. طبعا قدام حضراتكم الساده المشاهدين دي الجوائز طبعا اللي حصل معاها حصل عليها محمد صلاح خلال من موسم 17 18 لغايه 2023. احنا كان الاستثناء الوحيد عندنا يا كابتن في السنين اللي فاتت زي ما حضرتك قلت كان ميسي ورونالدو. بالظبط. الاثنين الوحيدين في العالم اللي فيه ثبات في المستوى. يعني شفنا في الدوري الانجليزي جيسوس بينزل، لا ده تألق موسم مع تشيلسي، راح مع السيتي، راح تشيلسي، راح ارسنال، مفيش. كبار هاري كين مثلا. هاري كين كله بيطلع وينزل، شويه يطلع وينزل. صلاح انا بقالي 7 مواسم بينافس على الهداف كل موسم، يكسب او يطلع الثاني او يطلع الثالث. فده شيء مش قليل، ده نجم كبير جدا. حتى انا بيحضرني هنا من يوم امبارح لما حصلت المشكله، لا احد في انجلترا يخفى عليه ألان شيرر، ولا كنتو ولا مكانته في الكره الانجليزيه ولا ايه. الراجل لما طلع يتكلم قال ان كلوب اخطا صراحه، بيكلموه رايك في الواقع واللي حصل كاحد يعني يمكن المهاجم الابرز في تاريخ الكره الانجليزيه وضمن ابرز 5 مهاجمين في تاريخ الكره الانجليزيه. قال كلوب اخطا، لان ما ينفعش لعيب عندي بحجم محمد صلاح يقعد على الدكه، او لما اجي انزله الدقيقه 79 باقي 10 دقائق. وعلى فكره من ضمن الحاجات اللي يعني وصلت محمد صلاح للحاله دي مواعيد كتير، لا ان هو انت كلوب قال له سخن بدايه الشوط الثاني. انا ما بدافعش او بقول كذا، هي وجهه المدرب وجهه نظره المدرب ايا كان، بس بنتكلم على الحاله النفسيه للاثنين. بنتكلم على الحاله النفسيه لمحمد صلاح، مش متعود على القعده وده حقه، وكمان كان متوقع انه ما بين الشوطين او الدقيقه 60 ينزل. ألان شيرر بيقول لهم نبص بس لعدد المرات اللي انقذ فيها النادي. مظبوط. شوف كم ماتش من ساعه ما جه صلاح وهم حسبوها وعملوا عليها دراسات، جاب هدف حاسم، انقذ ليفربول، جاب له فوز، جاب له 3 بونت في مباراه مهمه، مباراه حاسمه، كتير جدا. واحنا معانا الرقم يعني كمان منصف طلع لنا الرقم محمد صلاح، صناعه الفرص المؤكده وصناعه يعني الاهداف بالنسبه لهذا الموسم. محمد صلاح في الدوري كله على مستوى الدوري كله صناعه رقم الاهداف واحد. هو رقم واحد، هو صنع 21 فرصه محققه لفريق ليفربول على مستوى الدوري الانجليزي كله، هو رقم واحد. أعلى صناعه من نجم الاهداف برونو فرنانديز ومن سون، بنتكلم على سون وبنتكلم يعني على يعني نجوم كبيره جدا جدا ما قدروش يحققوا اللي محمد صلاح بيحققه في هذا الموسم مع ليفربول الحقيقه. هو السؤال بكره التدريب، هيرجعوا التدريب بعد 48 ساعه. التدريب خلي بالك بكره الناس كلها بتقول ان بعد التدريب هيبقى فيه يعني هيبقى فيه واضح جدا الصوره، انها هتبقى صوره يا هم بيهيئوا الجو هيهدى. بالظبط يعني حتى لو ما بينهم جوه هيكون في بعض الخلافات، لكن الصوره اللي هتظهر ان لا خلاص الامور انتهت، لان ما ينفعش النادي بحجم ليفربول يبقى فيه. هو كلوب بنفسه قال الكلام ده. يا كابتن انا شايف من البدايه كان من الخطا اعلان رحيل كلوب عن ليفربول بنهايه الموسم.